قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم مرة أخرى في المراجعة النهائية في مادة الهندسة. هنبدأ مع بعض في الجزء الخاص باختيار الإجابة إيه الصحيحة، باختيار الإجابة الصحيحة. الجزء الأولاني اختر الإيه الإجابة الصحيحة، بيقول لي في الشكل المقابل: إذا كان القطع المستقيمة ألف ب بتوازي القطع المستقيمة س ص بتوازي القطع المستقيمة ج د، و ب س طول ب س بيساوي 3 سم، و ج س طول ج س بيساوي 6 سم، وطول أ د كله أ د كله 6 سم، فإن أ ص بتساوي كم سم؟ عاد اختيارات بيقول لي إيه 1 سم أو 2 سم أو 3 سم أو 4 إيه سم. طيب يلا نشوف مع بعض ازاي نحل المسألة. هنا طبعا بيقول ايه هنستخدم نظرية تاليس. هنا هنقول بايه بما ان الف ب بيوازي س ص بيوازي ج د، و ب ج والف د ج والف د قاطعين لهما، اذا بنستنتج ايه بقى؟ بنستنتج ان الف س ب على س ج بيساوي أ ص على أ د. تاني بنستنتج إن أ س على ب ب س على ب ج بيساوي أ ص على أ م د. طيب يلا نعوض في هذه العلاقة. إذا في هذه الحالة يبقى نقول 3 سم على ب ج كله هيبقى 9 سم بيساوي أ ص على أ د بكام؟ ب 6 إيه سم. ماشي يلا نقوله حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين، أو نقوله أ ص بتساوي أ ص بتساوي 3 في 6 على 9، 3 في 6 على 9 يبقى الناتج يطلع بكام؟ يبقى الناتج يطلع بكام؟ يبقى هنا الإجابة يبقى أ ص قيمته إيه؟ 3 2 سم. طيب تعالوا نشوفوا السؤال اللي بعد كده. السؤال بيقول إيه؟ مضلعان متشابهان النسبة بين مساحتيهما 16 إلى 64، فإن النسبة بين محيطيهما تساوي 1 إلى 2 أو 2 إلى 3 أو 8 إلى 32 أو 2 إلى إيه؟ إلى 1. طيب يلا نشوف مع بعض إزاي نجاوب هذا. طبعا إحنا أعطينا هنا النسبة بين المساحتين وطالب مني النسبة بين الإيه؟ المحيطين. ماشي يلا. يعني النسبة بين المساحتين كام؟ 16 إلى 64، وبالتالي عايز نجيب النسبة بين المحيطين، يبقى النسبة بين المحيطين كالنسبة بين الجذر التربيعي للمساحتين، يعني نقوله النسبة بين المحيطين هتساوي جذر ال 16 4 وجذر ال 64 8، بالاختصار يبقى إذا الناتج هيطلع بكام؟ بإيه؟ بنص، يبقى الناتج كان هيطلع بكام؟ بإيه؟ بنص. طيب نشوفوا الجزء الثاني برضه هنتكلم على ايه اختيار الاجابه الايه الصحيحه. برضه هنا بيقول لي في الشكل المقابل، في الشكل ايه المقابل، طبعا هنا دايره والف ه قاطع وجيم ه قاطع قاطعان بيتقاطعوا خارج دايره في نقطه مين؟ في نقطه اله، واعطينا طول الف ب، الف ب 5 سم ونون ه 4 سم وه د بيساوي 3 سم وه والمطلوب مني طول مين؟ دال ايه؟ دال ج. طيب تعال نشوف مع بعض ازاي نحل الايه المساله دي. هنا بنقول بفرض ان ج د ده، ج د ده هنفرضه كام؟ هنفرضه س ايه؟ سنتي. وبالتالي تعالوا نطابق بقى الايه؟ التمرين المشهور على هذا. هنقول ايه بقى؟ ه ب مضروبه في ه الف بتساوي ه د مضروبه في ه ج. ه ب مضروبه في ه الف بيساوي ه د مضروبه في مين؟ ال ه ايه ج. تعال نعوض بقى ونشوف الناتج بيطلع لنا ايه. يبقى نقوله هنا كام؟ ه ب 4 سم وه ا كله على بعضه 9 سم بيساوي
اهدى 3 سنتي مضروب في هي جيم كله عبارة عن 3 سنتي زائد السين زائد مين؟ السين. يلا نشتغل فيها. يبقى اذا نقوله 6 و 4 في 9 ب 36، وبعد كده 3 في 3 ب 9، و 3 في سين ب 3 ايه؟ سين. نكمل بقية الايه؟ المسألة. اذا 3 سين بتساوي 27، ومنها السين تطلع بكام؟ 9. يبقى النادي كام هتطلع بكام؟ بايه؟ ب 9 سنتي. طيب تعال نشوف المسألة أو الاختيار اللي بعد كده. بيقول لي في الشكل المقابل، الشكل اللي قدامنا دهوت عبارة عن مثلث قائم الزاوية فيه ألف وألف دال عمودي على الوتر ب ج. خلاص إيه اللي طلبه مني؟ بيقول لي عايز مني ألف دال. ألف دال دهوت خلاص هو عمود ماشي من رأس الزاوية عمودي على الإيه؟ على الوتر. طبعا احنا عارفين ان ألف دال من استخدام نظرية إقليدس، يبقى ألف دال كل تربيع عبارة عن دال ب في دال ج. ألف دال الكل تربيع عبارة عن دال ب في دال ايه؟ ج. طب هنا بيقول لي عايز ألف دال بس مش ألف دال تربيع، فقال لي الجذر التربيعي. الجذر التربيعي لمين؟ تعال نشوف مع بعض كده اهوت. يبقى نقوله ألف دال ألف دال بس يساوي جذر تربيعي لدال ب مضروب في دال ايه؟ في دال ايه؟ يبقى الإجابة عندي دال ب في دال ايه؟ في دال ايه؟ الج. طيب ده كان السؤال الايه؟ الرابع. تعالوا ناخده جزئية كمان ونشوف نتعامل معاها ازاي برضه في حتة اختيار الإجابة الصحيحة. السؤال بيقول ايه؟ من الشكل المقابل عايز قيمة مين صاد؟ خلي بالك الصاد هنا يعتبر القوس، يبقى هو عايز ايه يعني ايه؟ لانه بيتكلم على حتة الخاصة بالقوس. فهو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الف ج مماس والف ب مماس، مماسين بيتقاطعوا في نقطة الف، وقياس زاوية الالف ب 50، وقياس القوس اللي هو ج ب 5 صاد. المطلوب قيمة مين؟ الايه؟ الصاد دي بكام؟ طيب يلا نشوف مع بعض كده نحل المسألة دي ايه؟ ازاي؟ بداية هنقوله ان قياس زاوية أ اللي هي زاوية تقاطع المماسين خارج الدايرة عبارة عن نص نفتح قوس قياس القوس الأكبر اللي هو هنا مين؟ ج د ب ج د ب ناقص القوس الأصغر اللي هو ج ايه؟ ج ب. طيب يلا نكمل ونشوف مع بعض. طيب يلا نعوض كده مع بعض القوس. بص معانا القوس ج د ب قوس ج د ب عبارة عن قياس الدائرة كلها ناقص قياس القوس اللي هو ج ب. طيب الدائرة قياسها كام كلها؟ 360 ناقص قياس القوس ج ب، يعني 360 ناقص الايه؟ ناقص 5 ايه؟ يبقى انا عندي قياس القوس ج ج د ب عبارة عن 360 ناقص 5 ايه؟ ص. طيب يلا نعوض تاني في العلاقة دهيت ونشوف الناتج. لو ضربنا هنضرب دي في كام؟ في 2، يبقى 2 قياس زاوية أ بتساوي دولت. ماشي قوس ج د ب ج د ب ناقص قياس القوس ج ايه؟ ج ب. طيب يلا نعوض مع بعض. 2 في قياس زاويه الالف بكام؟ ب 50، بتساوي قياس القوس ج د ب ب 360 ناقص 5 مين؟ 5 ايه؟ ص. وناقص قياس القوس ج د اللي هو على الرسم كام؟ ب 5 ايه؟ ص. نكمل مع بعض. يبقى اذا 2 في 50 ب 100 بتساوي 360 ناقص سالب 5 وسالب 5 بسالب 10 ص، سالب 10 ايه؟ ص. ماشي؟ اذا 10 ص بتساوي كام؟ 260. هنودي ده الايه؟ ديت هنا تغيير الاشاره، ونرجع ندخل ايه؟ ال 100 مع تغيير الايه؟ الاشاره. يبقى 10 ص بتساوي كام؟ 260. والتالي فان الص هتطلع بكام؟ قياس زاوية الص او كده كام درجه؟ 26 ايه درجه. 26 ايه درجه. طيب شوف المساله بعد كده بتقول ايه. بيقول لي المثلث الذي قياس زاويتين فيه 50 درجه و60 درجه يشابه المثلث الذي قياس زاويتان فيه كام؟ 70 ومقتر من هنا. طبعا المثلث ده خلاص قياس الزوايا هيبقى كام؟ 50 و60 و70. 50 و60 وكام؟ و70. علشان يشابه مثلث ثاني اللي هو فيه زاويه 70 لابد تكون احدى زواياه يا اما ال 50 يا اما الايه؟ ال 60. طب تعال بص كده الزاويه اللي موجوده في اختيارات كام؟ عندك 110 و80 و60 وايه؟ و40. يبقى الزاويه اللي احنا عايزينها تكون قياسها كام درجه؟ 60 ايه؟ 60 ايه درجه. يبقى الزاويه قياسها كام عندنا؟ 60 ايه؟ ايه درجه. طيب تعال نشوفه
المسألة برضو اللي بعدها في الاختيار، بيقول لي هنا ايه؟ اذا كان المثلث الف ب ج يشابه المثلث د ه واو، المثلث الف ب ج يشابه المثلث د ه واو، ايه كمان؟ وان الف ب 2 الف ب بيساوي د ه، 2 الف ب بيساوي د ه، فان مساحه المثلث الف ب ج على مساحه المثلث د ه واو تساوي، عايز نختار نص ولا ربع ولا 2 ولا ايه؟ 4. طيب احنا بنقوله مساحه النسبه بين مساحتين مثلثين كالنسبه بين مربع ضلعين متناظرين فيهما، ماشي. طيب يلا نطبق الكلام نشوف مع بعض. عندنا بيقول لي ان مين؟ ان 2 ا ب بتساوي د ه، 2 ا ب بيساوي د ه، ومنها نقول ان ا ب على د ه بيساوي 1 على ال2، الواحد اللي هنا على الايه؟ ال2. طيب وبالتالي تعال نشوف المساحه بقى، يبقى نقوله ايه؟ اذا مساحه المثلث ا ب ج على مساحه المثلث د ه واو، د ه واو بتساوي 1 على 2 اللي هو نسبه بين اي ضلعين متناظرين فيه، الكل تربيع، الكل ايه؟ تربيع. ربع الواحد في واحد بواحد، 2 في 2 بكام؟ ب 4. يبقى اذا النسبه بين مساحه المثلث ا ب ج الى مساحه المثلث د ه واو بتساوي 1 الى ايه؟ 1 الى كام؟ الى ال 4. طيب تعال نشوف المساله اللي بعد كده. تقول ايه؟ اذا قطع مستقيم ضلعين في مثلث وقسمهما الى قطع اطوالها متناسبه فانه يبقى هو ايه؟ مستقيم بيقطع ضلعين في مثلث ويقسمهم الى قطع اطوالها متناسبه، فانه ينصف زاويه الراس، يقطع الضلع الثالث، يوازي الضلع الثالث، عمودي على الضلع الايه؟ الثالث. طبعا ديت نظريه المفروض نكون حافظينها، ماشي. يبقى دي عباره عن ايه بقى؟ يوازي الضلع الايه؟ الثالث. يوازي الضلع الايه؟ الثالث. يبقى نقوله انه يوازي الضلع الايه؟ الثالث. طيب يلا نشوف ايه المساله اللي بعد كده او الجزء اللي بعد كده. هنا بيقول لي جميع المثلثات المتساويه الاضلاع تكون متطابقه. طبعا ما ينفعش لان في مثلثات متساويه الاضلاع كبيره وصغيره، فما ينفعش تكون متطابقه. متساويه في المحيط برضو طبعا الشرط ده مش موجود. متشابهان، يبقى هنا نقول ايه؟ متشابهان. ولا متساويين في المساحه، يبقى الحل الايه عندنا؟ يكونوا مالهم؟ متشابهان. يبقى هنا الحل هيكون ايه؟ متشابهان. طيب نشوف الايه؟ الجزئيه اللي بعد كده. ميم دائره تنص قطرها كام؟ 9 سم. الف نقطه ما حيث الف ميم بيساوي 12 سم، فان قوة النقطة أ بالنسبة للدايرة م، قوة النقطة أ بالنسبة للدايرة م بتساوي، عايز إيه؟ نقول هتساوي، عايز هو إيه؟ عايزها تطلع بكام؟ طيب هنا طالما أعطانا نص القطر يبقى ده نق خلاص بتسعة، والبعد أ م عطوهولنا. طيب نعرف بقى إيه؟ نعرف إيه قوة النقطة أ بالنسبة للدايرة م. قوة النقطة أ بالنسبة للدايرة م عبارة عن أ م تربيع ناقص نق تربيع، أ م تربيع ناقص نق إيه؟ تربيع. تعال نعوض هذه العلاقة، يبقى نقوله أ م عطول بكام؟ ب 12 الكل تربيع، ناقص 9 الكل تربيع اللي هو نص القطر، الناتج هيطلع لي بكام؟ 144 سالب 81، الناتج كام؟ 63. يبقى هنا الناتج بتاعنا هيبقى عباره عن كام؟ عباره عن ايه؟ 3 وايه؟ و60.